يس، اجى الصبح بس انضجت من هذا المكان. اتمنى لو اخرج من هذا المكان ويكون عندي بيت كلش حلو. ايش قد حلو هذا الشيء يصير، بس ولو هذا الشيء صار مو حقيقي اكيد هذا يكون بالحلم. هي رانيا، انت ايش قاعد تحكي من الصبح؟ هي انت ما تعرفين البارحه شنو صار؟ البارحه جو عائله ميمي اخذوها من ملجا الايتام، بس هي راحت لها، بس احنا ليش الوحيدين اللي ما قاعد يعثرون على هن؟ هي شوف اسمعني، اصلا احنا عثروا علينا انا وياك وحدنا، يعني هن موجودين، احتمال يكون اكلهم الزومبي، او احتمال احنا راح نبقى هيك جيجي، راح نبقى بملجا الايتام. بس يلا اوكي، احنا عندنا اصدقاء كل شويه، واحنا ما عندنا مكان ثاني نروح له. شنو؟ بس انا ما ارد ابقى انا، بصراحه انا ضجت من هذا المكان. بس ولو رانيا، انا اتوقع انه بابا هو كان ملك، واحتمال هجموا عليه وقضوا عليه، ولهذا احنا ظلينا بحدنا. ملك؟ هي جيجي كافي تتهيئ هذا الشيء، اصحي وانا ابغى يكون ملك، مستحيل، الملك الموجود بالقريه مالتنا بعده موجود. شنو؟ بس هو معقول يكون ابونا واحد فقير وراح يجي ياخذنا وروح نعيش ببيت ديرت؟ لا انا ما اريد. وجيجي اصلا ماكو، ما حد ما راح يجيني. اوكي، بس انا هم ما اريد ابقى هنا، بصراحه اني ضجت من هذا المكان، انا ما اريد ابقى هنا. وجيجي بس وين راح نروح؟ بس اوكي، بس انا جوعانه، الصور هسه حطوا الافطار. صحيح، هنا اكل كل شويه. اوكي بس شنو مصمون؟ هي انت ايش اخذت الصمونه مني؟ يلا رجعها. هي بصراحه دام يخلون الصمونه اول وحده، هي اجدد صمونه والبقيه قديمات. يا شرير، يلا اوكي راح اخذ هاي الصمونه، بس انا حتى ما اعرف شلون اخوي، انت اصلا حتى ما تشبهني. اي صحيح، انا ما اشبهك، انت شكلش كلش مقرف، بس انا كيوت، انا حلو. شنو؟ انت كيوت حلو، وين الحلو بالموضوع؟ اصلا انت شكلك مو كلش مقرف، حتى بعراسك ايش كبره، ما اعرف شو شكلك غريب. شنو؟ هي انت ليش تحكين علي؟ تقصدين انه انا شكلي غريب؟ يعني انا اشبه الباندا مو صحيح؟ يمكن تشبه الباندا، بس اوكي، بس انا كل الضاجه، ايش راح اسوي؟ اوكي خلي اشوف اليوم الجو. اليوم الجو كلش حلو. اوكي تعال خلنا نخرج بالحديقه ونلعب انا وياك. اوكي راح الجنان قفز، يلا خلنا قفز هنا. ايراني بصراحه انت ما تعرفين تقفزين، انا قفزاتي احسن. اوكي راح اتخلص منك، يلا روح. والله انا دمجت، انا مستحيل اسكت عليك الا تخلص منك. هي يلا تعال نبتعد. يس انا اختبئت من جيجي، اصور جيجي مو راح ياثر علي. يا اولاد يلا تعالوا، انتوا وين رحتوا؟ احنا قاعد نلعب. اوكي بس خل ارجع على السريع، بس جيجي ما اعرف وين صار. اوكي خل ادخل البيت. كل زين. هي جيجي انت جيجي خوفتني. صالي سحر كذورات، انت ما شفتيني. ما شفتك، ويا مزعج كافي ضوجني. بس اوكي بس ايش راح نسوي؟ هي عمو نرد اسالك، انتم راح تاخذون السفره مره ثانيه؟ احنا كلش ملينا بهذا المكان، أريد نطلع. اسمعوا يا اولاد، انتوا هذا ملجا مال ايتام، انا اعتني بيكم، حتى وفر لكم اكل، وفرت لكم هذا البيت حتى لا تظلون بالشارع، بس نتمنى انه اهلكم يعثرون عليكم ويجون ياخذوكم. اوكي بس يعني ماكو سفره؟ يعني ماكو ايام الجاي تودونه مكان حلو ميت العاب؟ هسه حاليا ما نقدر، بس احتمال الايام القادمه نقدر ناخذكم. يس أنا كلش حزينة. أنا خبروني أن المكان الوحيد اللي أعثر بيه على أولادي وهو هذا ملجأ الأيتام، بس قالوا لي هنا موجود، أتصور هو الناس اللي قربت عليه، لازم أستعجل وأعثر عليهم على السريع. أوكي وين صاير؟ يو هذا قالوا لي أول بناية، يا هاي البناية الأولى، يلا خلنا ندق الباب، افتح الباب. نعم تفضلي، منو؟ شنو؟ هو هذا ملجأ الأيتام مو صحيح، أنا جيت أبحث عن أولادي. صحيح هو هذا ملجأ الأيتام، بس أنت ليش حزينة؟ أنت فاقدة أولادك. طبعا أنا فقدت بنتي وابني، بس أنا ما أتذكر اسمهم، أنا كلش حزينة. أوكي حتى لو ما تتذكرين أسمائهم تقدرين تشوفين ذول الأولاد، احتمال يكونون يعني أولادك موجودين هنا. ها أولادي؟ أوكي بس ولو أنا نظري ضعيف لازم أركز. هي أنت ابني، شو خل أشوف شكلك. ها لا مو أنت، أنت يا بنت. لا أوكي احتمال لا هذه أكو بنت، أشوف حتى هذه لا بعد. اوكي شو انت؟ هي خل اشوف شكلك. انت ايش تقربين علي؟
ثاني شيء انت ليش عندك بالسن واحد؟ وين بقيت اسنانك؟ شنو؟ معقولة تكونين انت ارنب ومكسور سنه؟ ايش قاعد تحكي ابني؟ انا عذرت عليك. منو اللي عثرتي عليه؟ لا مستحيل، انت ابني. انا عثرت على ابني. هي اكيد اكو شيء خطا. انت ما تشبيني ابد. انا بصراحه خاف اروح وياي. هي رانيه هاي تقول علي انه انا ابنها. انت متاكده انه هذا الولد هو ابنك؟ لان هو عنده اخته، اخت رانيه موجوده وياه. اخت رانيه؟ شنو انتو؟ اي اني اسمي رانيه، بس معقوله اذا يكون جيج ابنك يعني اني هم لازم اكون بنتك لاني اختي؟ شنو يعني انتو اولادي؟ هيا انا عثرت على اولادي، اني لازم اخذهم وياي وراح تنبيكم وفركم كل شيء تحتاجوا. بس انت ما تشبيني، مستحيل تكوني انت امي. ثاني شيء انت فقيره او غنيه؟ انت وين عايشه؟ هيجي انت ايش قاعد تحكي؟ مش احنا عذرنا على امنا؟ هذا الشيء ما يهم. اوكي بس والله شكله حتى غريب يختلف عني. يا اولادي انا كلش فرحانه لين راح اخذكم وياي، اخذكم لبيتي. هاي رون يلا تعاي، مبين هذا بيتنا عملاق واحنا يمكن اغنياء. صح جيجي، هذا البيت كلش حلو، انا معجبني. جيجي هاي شنو هذا؟ روني ما عرفت هذا ما شنو؟ شنو؟ جيجي ما تعرف؟ هاي الشخص اللي ما يتخلصوا منه يحطوا بهذا المكان. هي ايش قاعد؟ شنو؟ هذا سكرتون؟ بس هاي شنو سكرتون؟ يا اولاد انتوا لا تخافون، انت ما تعرفون هذه لعبة السكريتون، هذه كلش حلوة وهذه قاعد تشوفوها. هذه عندي قديمة وراح اتخلص منها، بس هذا البيت اكيد راح يعجبكم، انتوا لا تخافون. بصراحة هو مبين بيت حلو، بس ليش ما نتخلص من هالاشياء؟ بصراحة اشياء مرعبة. جيجي بس ليش ايش قاعد تضحك؟ ما اعرف شو اني مطمئنيت، قمت اخاف. جيجي معقوله جابتنا هنا حتى تقضي علينا؟ احتمال حتى ما راح تطلع امنا. اي روني اصلا انا متاكد يا امنا لان هذا بيت عملاق واحنا اغنياء. جيجي بعد ما اعرف، بس جيجي معقوله هي صدق امنا؟ زين اوف طلعت هي كذابه وهي شريره وتحاول تتخلص منا. هي روني ايش تتخلص منا؟ هي جابتنا اصلا، ما شفتي شلون حزينه بالبدايه؟ كانت تبكي وحزينه، بس هسه هي عثرت علينا وهي فرحانه. صحيح، احتمال صحيح. لعد اوكي، زين سحر ايش راح نسوي؟ احنا عندنا غرف هنا. اي طبعا يا اولاد، انتو عندكم هنا غرفتش كلش حلوه، حتى غرفتك. شنو اسمك؟ اني ما جاء اتذكر اسمي. اني ابن جيجي، اني اسمي جيجي. يعفي ابني جيجي، انت غرفتك من اللون البلو، يعرف الاولاد يحبون هذا اللون والبنات يحبون اللون البينك. شنو سويت لكم غرف حلوه واكيد راح تعجبكم. واو، هساني تاكدت اني هاي امي الحقيقيه، لين تعرف انه انا احب اللون البلو. جيجي بس هساني صحيح انا نفس الوقت خايفه، ما اعرف ليش، معقول تكون هذه أمنا الحقيقية؟ بس بعد ما أعرف. بس شنو؟ هاي جيجي تعال شوف غرفتي. جيت شنو؟ من اللون الوردي، بس بصراحة هذا اللون ما حلو، هالغرفة ما حلوة. هاي جيجي حتى عندي تلفزيوننا خاص، راح أشغل الكرتون اللي أحبه، حتى هنا راح ألعب، بس ما أعرف أمي غنية أو لا، راح أقول تشتري لعبة بلاي ستيشن. شنو؟ بس مستحيل، أنا أكيد عندي بغرفتي تلفزيون، إذا ماكو أجي أخذ هذا. شنو؟ هاي دربك تقرب على غرفتي، هالغرفة مالتي، دربك تحاول تاخذ منها أي شيء، بس شوف غرفتك، أكيد راح تكون مقرفة. شنو؟ واو، والله بها لوحة أسطورية. صحيح جا لوحة حلوة، أوكي هنا عندك سرير، أوكي، جي غرفتك حلوة، يعني ما بها شيء. شنو؟ بس وين التلفزيون؟ أنا ليش ما عندي تلفزيون هنا؟ جيجي أنت ما عندك أي شيء، بس أنا غرفتي فيها تلفزيون. أوكي، أنا راح أجي آخذ التلفزيون مالتك. هي ابتعد، هذا التلفزيون مالتي. هي أنا أريده، أنت ما راح تستفادي منه. بس اسمعني، إذا تريد تخبر ماما بهذا الشيء، يلا روح بسرعة خبرها، وهي راح تشتري لك، يلا روح. أوكي، هسا راح أقول لها تجيب لي تلفزيون، حتى أحلى من هذا التلفزيون. يس أنا فرحانة، لأن أولادي رجعوا لي. حتى جهزت هالغراض. اكو شو راح احتاجه؟ اكو شو راح تفيدني؟ حتى سولم اكل كلش لذيذ. بس بدايه
لازم يعرفوا شو القوانين. اوكي خل اشوفهم هسه ما وين. يا اولاد يا اولاد انتوا وينكم؟ يا ساني جيت. نعم نعم شو تريدين مني؟ تعال تعال اسمعني، لازم توقف هنا قريب امرانيه، لازم تعرفوا القوانين اللي راح تمشون عليها بهذا البيت. سمعتوني زين؟ بس هاي 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 شنو شايله بيدك؟ احتمال قاعد قصي شجره مو صحيح. شنو؟ تعرف اني قاعد اشتغل بس ما اسمح لاي احد اني واشتغل يقاطعني. سمعتوني زين؟ ما يخالف ما يخالف، احنا اصلا ما راح نسوي شيء. بس ماما شو انت ضايجه مني او شنو؟ هي اسمع القوانين، ممنوع اكل الحلويات، تاكلون بس الخضار، مثلا تاكلون قرنابيط، تاكلون بروكلي. سمعتوني زين؟ بس انا ما احبه، انا ما اقدر اكل هذا الاكل. شنو؟ انت متاكد من هذا الشيء؟ لا اوكي اصلا انا احبه، انا احب الخضروات، احب البروكلي. انا كل زين، ممنوع تشرب بيبسي، سمعتني تشربون فقط حليب، حليب البقرة. بقرة بس انا ما احب حليب البقر، بس اوكي انا كل شيء راح اسوي. كل زين، ما يسمع كلامي، تعرفون ايش راح يصير بي؟ بس ماما انت شايله اشياء هوايه، هاي شو الاشياء البيد؟ ها لا تريد اشوفك هذا الاشياء اللي عندي، بس هاي هسه ما راح استخدمها، بعدين استخدمها. بس ما اعرف انت نجاره او انت قصاب مال لحم. كافي تسالها، انا كلش بديت اخاف، ما اعرف احس جيجيها شريره. هي انت ايش قاعد تحجون؟ ايش قاعد تحجون بيناتكم؟ يلا قولوا لي. لا احنا ما قاعد نحكي شيء، بس هاي قوانينك مو صحيح. شوف اسمعوا، قوانيني بعدها ما خلصت، انا عندي قوانين كلش هوايه. بس شنو القوانين الغريبه؟ بعد لازم شو نسوي؟ شوف اسمعوا، الليل الساعه بستة بالليل لازم تنامون، واي شخص قاعد وش راح يصير فيه؟ من الساعة 6 شنو أنا دجاجة؟ أنا ما أقدر أنام الساعة 6. طبعاً راح تصير دجاجة وتنام الساعة 6. حتى أنت راني هم نفس الشيء، ما أسمح لأي شخص يعاند كلامي وينفذ غير هذا الحكي اللي أنا حكيته. أوكي بس هذا الشيء كله صعب، إحنا ما متعلمين ننام الساعة 6، شو راح نقدر ننام؟ لا أنتوا راح تتعلمون. حتى اسمعوني، ممنوع الخروج من البيت إلا أني أوافق هذا الشيء. سمعتوني زين؟ ما يخالف بصراحة هو هذا البيت حلو، إحنا راح نبقى بالبيت. كل زين، اللي ما يسمع كلامي ما تعرفون شو راح يصير بي. هي جيجي، أنت ليش صفن على كل؟ ليش ما قاعد تأكل؟ رانية بي رايحة مطيبة، أنا شلون أكل هذا الأكل؟ يا جيجي أنا هم اشتميت ريحة مطيبة، ما أعرف شلون ريحتها صايرة. بس جيجي سيخرجت خارج البيت وقالت الصراحة جي، ولازم ترجع، لازم احنا مكملين هذا اكلنا. يا انا الصراحة بديت اخاف منها، كلش اخاف. هي اسمع رانية، انا اعرف شو راح اسوي، راح اخذ هذا الاكل وراح اتخلص منه واقول انه انا اكلته. جي انت كده انجنيت، ايش راح تتخلص منه؟ بس جي بعد ايش راح تاكل؟ بصراحة انا راح ادور بلكي اشوف انه اكل لحم او دجاج، لان انا جوعان بصراحة، ما اقدر اظل بدون اكل. جي أصلا هذا البيت يبين عليه كلش غريب، بس شي صحيح هي ليش مقفل الأبواب وليش حاطة هنا أخشاب حتى ما تنكسر، وهذا الشي كلش قوي. هي رانية هي خالة خشب هنا، بس هي ما تعرف إن الزجاج ممكن ينكسر، واحد يخرج من الزجاج. صحيح جيجي، شو رأيك نطلع خارج هذا البيت؟ لأن بين المدينة كلش حلوة، أنا كلش عجبتني. جيجي خلنا نخرج شوية، 5 دقائق ونرجع. انت شو تقول؟ طبعا هسه نكسر زجاج وبعدين ارجعه. شنو؟ ايدي 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 جيجي، انا ايدي قاعد توجعني. بصراحة هذا الزجاج ما ينكسر، هذا ليش ما ينكسر؟ جيجي معقولة حطتنا هذا الزجاج اللي ضد الكسر؟ ضد الكسر، بس شلون اذا ردنا نطلع من البيت؟ بصراحة هذا الشيء صعب. جيجي اصلا هي ما تقبل، بس اوكي ماكو مشكلة، اكيد اكو باب، بس هنا اكو باب كل شوي. اوكي خليني افتح الباب. جيجي ما اعرف شو هذا المكان غريب، احتمال يكون مخزن. لا هذا جراج السيارة، حتى هو باب السيارة هذا. بس جيجي تتوقع هاي المرة العجوز عندها السيارة، هي حتى تقول نظري ضعيف وما اشوف. اوكي لا شنو هذا المكان، احتمال مسويته مخزن. اي صحيح، بس ايش قاعد تشوف؟ شنو؟ جيجي هاي باب مقفولة. بس ليش مقفول هاي الباب؟ اوكي حاول افتح الباب. لا جيجي هذي بيها قفل، الصور هذا الشيء كله صعب،
حتى ما نقدر نشوف شنو هذا المكان. معقول عنده كنز وضامته بهذا المكان؟ احتمال تطلع غنية وضامه هنا دايموند هواية. بس ها؟ بس شنو فائدة؟ أصلا هي حتى ما تقبل نخرج ولا نشتري حلويات وكل شيء ما تقبل. حتى أنا عاجبني البيبسي بس تقول لي ما يصير، لازم تشربون حليب. وراني أنا ما أعرف، حتى أنا بديت أشك بيها، معقولة تكون هاي مجنونة؟ وجيجي ما أعرف. أوكي بس جيجي هذا الليفر هنا، إذا فتحنا أكيد راح تنفتح هذا الباب. أوكي رانيا يلا افتح الليفر. شنو جيجي الصور هذا عطلان حتى ما قاعد ينفتح. أوكي يلا يا باب انفتحي. أوكي بصراحة هاي الباب قوية وما نقدر نفتحها. وش راح نسوي؟ راح نبقى هنا محبوسين. أوكي بس خلينا نشوف هنا شنو موجود. مخزن تحت الأرض. شنو موجود هنا؟ ماكو شيء. جيجي هذا المخزن بصناديق كل شوية وما أعرف شو هذا المكان. أوكي هاي شننا؟ معقولة تكون هاي مخترعة؟ والله عندها شغلات، هذا مكان يسوون بيه التجارب واختراعات. جيجي ما أتصور، احتمال قاعد تجرب بوشنات. بس جيجي أنا بديت أخاف منها، ما أعرف شلون قاعد تحكي وياني، حتى ما أعرف أسلوبه كلش غريب وأنا بديت أخاف. جيرانية احتمال تكون هاي غريبة الأطوار وتوقعتنا إنه إحنا أولاده وراح يسوي بينا تجارب. شنو؟ معقول يكون هذا الشيء؟ يا أولاد أنتوا وينكم؟ شنو؟ جيجي خلنا نصعد على السريع ونرجع لغرفنا. يلا استعجل. يس أنا قاعدة أبغى هذا الكرتون، بس هذا الكرتون كلش حلو. شنو؟ هاي الساعة بالستة. يلا أوكي خلص التلفزيون على السريع وأنام، لأن إذا شافتني أنا قاعدة أكيد راح تقضى علي. يا أولاد أنتوا نمتوا أو لا؟ أوكي خلنا نشوف هذه البنت رانية. هي نامت. شو خلنا نشوف عيونها؟ كيسها مغمضة ونايمة. خلنا جيجي وتفقده مش إنه يكون نايم. يلا خلنا أروح. أخيرا زين ما كشفتني، توقعت إنه أنا نايمة الكل الزين. يس أنا اطمئنيت على جيجي، لازم أروح أكمل شغلي. بس ايش قاعد تقول أكمل شغلي؟ بس هي اصلا ايش تشتغل؟ اوكي احس ايش نروح وراها تبعها واشوف ايش راح تسوي. اوكي شو خلي اشوف. اوكي سرعت هنا. يا سوني خلي سد الباب حتى اشتغل. شنو ايش قاعد تسوي؟ استخدمت المنشار. شنو اثار بالقاع؟ ايش قاعد اشوف؟ اكيد هذه مجرمه، لازم اروح واخبر جيجي بكرشي. يلا خلي اركض. هي جيجي جيجي يلا قعد 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 على السرير. جيجي معقول تكون انت نايم؟ هي جيجي تكذاب. يلا قعد. ابتعدي عني انا نايم، ما مرد اسوي نفسي اني قاعد. هي جيجي انت ما تعرف، بس رحت الغرفه واخذت المنشار، بس ما تعرف شنو شفت بالقاع. شفت اثار، شفت اثار جيجي. تعال شوف وراي. تعال هي شنو صاير؟ شنو اثار؟ بصراحه انا سمعت من بعيد صوت منشار. انا توقعت قضت عليك. قضت علي؟ وإذا قضت علي أنت تبقى نايم وتعرفني أن تقضى علي؟ بصراحة أنا ما أقدر أسوي شيء، حتى ماكو طريق للهروب. أنا ما أعرف شو أسوي. أنا شنو؟ إحنا راح نبقى هنا محبوسين. هي شوف اسمعني، تعال بداخل أشوفك. تعال شوف زين مو شبه الغرفة، بس ما أعرف إيش قاعد تشتغل. قاعد تسمع صوت المنشار، ما أعرف إيش قاعد أسوي. بس بصراحة هذا الشيء مرعب، إيش قاعد تسوي بهالغرفة؟ تعال شوف تجي بقى هنا آثار، أكيد أكو شخص تخلصت منه. احتمال راح يجي الدور علينا واحنا راح تتخلص منه. بس رانيا اتوقع انت الغرفه الاولى، انت اقرب، راح تاخذك انت بالبدايه. شنو راح تاخذني بالبدايه؟ جيجي اذا جت علي اقول لك جيجي وياي، انا ما اريد اروح وحدي. شنو وانا ليش هوني؟ شنو بكل مكان تريديني وياك، انا ما اريد اجي وياك. جيجي بس صحيح ليش قافله الباب؟ جيجي هاي قفل الباب، اكيد ريت راح تحبسني وتخلص منه. جيجي ام تقدر كذابه، هذه مو امنه. بس رانيا اذا هي شريره، بس انا ما اعرف احنا شلون راح نقدر نهرب. بصراحه احنا لازم ننتظر يجي الصبح حتى يشوف لنا طريقه ونقدر نهرب. تعال تعال على السريع، انت ما راح تشوفني. جيجي وحده قاعد تشتغل بالمنشار، بس هذا ايش قاعد تسوي؟ يس انا جبت لكم هذا اللحم. هيا اولاد انا حبيت اغير لكم الاكل، انتم مردتوا اكل لذيذ وكنت خطيه ليش انطيهم خضار. حنطيكم هالمره لحوم حتى نبرح ايش قد اشتغلت وفصلت هذا العظم عن هذا اللحم، وكنت راح يكون كلش لذيذ.
لحم بس راني هذا لحم ما شنو معقول يكون لحم فيليجر شنو ايش قاعد تحكي انا ما حكيت اي شيء بس انا ما عجبني لحم انا يعجبني البروكلي اريد بروكلي انا لا اليوم راح تاكل لحم انا قررت انه تاكل اللحم هذا كلش راح يفيدكم انت راني ايش تقولين ماما انت ايش تقولي علي احنا موافقين ما عندنا مشكله كل الزين أريدكم هيك أولادي تسمعون كلامي صراحة جي وخلي اللحم هنا حتى يشتوي ويصير كل لذيذ روني سمعت ايش تقول كلس اسكت شي خاف تسمعني هي انتوا ليش قاعد تضحكون انه احد يضحك وقت الطعام تعرفون ايش راح يصير بي انا القوانين هنا مستحيل احد ياكل يضحك سمعتوني زين ما يخالف انا ما راح اضحك بس وين اللحم انا اريد اكل يو هذا اللحم هسه كمل وحده الك وحده الراني اكيد راح يعجبكم هذا اللحم متاكد انتوا بحياتكم كله وما اكلي هيك لحم لذيذ بس انا تعرف بصراحه انا ما اعرف شو هذا اللحم هذا لحم ما شنو هذا اللحم نادر يلا اقلع السريع يلا اكلوا نادر هيراني قلت لك هذا مال فيليجر انا متاكد بس انا ما اقدر اكل انا شبعان شنو انت متاكد ما تريد تاكل لا 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 انا جوعان جوعان انا راح اكل انا يوم راح اكل انا يوم كل جوعانه يلا خلنا ناكل هيجي انت ايش ما قاعد ترفع راسك حتى ايش ما قاعد تتحرك هيراني هي قالت لي اقعد هنا ولا تتحرك بصراحه انا اخاف اتحرك بس جيجي هسه طلعت قالت عندي شغل شوي وراح ارجع راح تتأخر شو خل أشوف ولو أني أصلا ما أقدر أشوف أوكي يجي هسه أنا قاعد أشوف الشارع فارغ جيجي هاي فرصتنا إحنا لازم نهرب أوكي روني يلا افتحي الباب وخلينا نهرب شنو هاي ليش الباب مقفولة مستحيل جيجي هذه قفلة الباب روني هاي ما تريدنا نهرب من هذا المكان جيجي هاي كده راح تتخلص مني جيجي أنا من البداية قلت لك إنه هاي مرتاحت لي شلونها شكلها مرعب وضحكتها مرعبة وشالها من شهر 24 ساعة حتى شال السكينة والطبر زين ايش راح نسوي بصراحة انت لا تخوفني تظلين تذكرين هالاشياء بس اوكي اكو باب ليش ما نحاول نهرب من هاي الباب باب جيجي اصلا هالغرفة هاي ما اصور باب حتى سادتها بهذا الخشب جيجي وهنا شنو موجود هي يا مسكينة جنى وقضت علي هي ما اعرف اوكي خلي حولك سر هنا يلا انكسر جيجي هذا كلش قوي شوف اسمع جيجي احنا لازم نحاول نكسر هاي الباب لما يصير احنا بقناة اصلا انك راح تقضى علينا حتى ونبقى ساعات كامل نكسر الباب لازم نهرب يلا جيجي ساعدني اوكي راح اساعدك ونحاول نكسر يلا كسر يس احنا فتحنا الباب هي جيجي هاي فرصتنا بس لازم نكون حذرين اوكي اتاكدي انه مو موجوده هي اوكي روني اتوقع هاي فرصتنا لازم نركض على السريع ونرجع الى ملجا الايتام طبعا ولازم نخبرهم انه هذه مو امنا متاكده هذه مرأة مجنونه رجعي استعجل يلا اركض هي اسمعني هذا اللي صار ويانا ارجوك احنا مريض اصلا نرجع وياها صدقني هذه مو امنه انا متاكده يسمعوا يا اولاد احتمال تكونون انتو يعني الين جديد رايحين مكان جديد ولهذا تخافون بس تاكدوا انه هي ما راح تسوي لكم اي شيء شنو ما راح تسوي لنا شيء قاعد اقول لكم اني استشاله من شهر وياها حتى انا كلش اخاف منها ارجوك احنا نريد نبقى هنا ما نريد نرجع اي ارجوك انا حتى احب هذا المكان انا عاجبني ابقى هنا يا انا ما اريد ابقى هنا اسمعوا انتو لا تخافون هسه انا راح اجيك وشوف لي شي قاعد تسوي بس انتو ابد لا تخافون اوكي يس انا رجعت البيت ولازم اروح واتفقد اولادي شنو اولادي معقول يكونون هربوا لا مستحيل يا اولاد شنو نكسر هاي الباب على السريع يلا باب انكسري شنو اوكي هذا الباب حتى اشوف نفسي اتمنى يكون موجودين داخل البيت يا اولاد انتوا وينكم يا اولاد معقول يكون هربوا وتركوني هاي وحدي لا مستحيل اقبل بهذا الشيء لازم ارجعهم للبيت يا اولاد لازم ترجعوا لي يس انا جيت معقول هم رجعوا لهذا المكان مستحيل اقبل بهذا الشيء
اي نعم اني انتظرج صالينا انتظرج بعد ما اجوا الاولاد. شنو بس الاولاد لازم يرجعون وياي، اني امهم ولازم اخذهم. بس اني مستحيل اسمح بهذا الشيء. بالبدايه اريد اعرف انت ليش شالوا وياك منشار، وليش سمعت انه عندك طبر وعندك اشياء مرعبه. شنو هم يخافون مني؟ مو صحيح، بس اني ما سويت لهم اي شيء، اني قاعد اعتني بيهم. وهذا المنشار لاني عندي شغل بيه كل شويه، ولهذا استخدمه. أرجوك أنا أريد أولادي. أوكي أوكي، بصراحة أنا الصراحة أخبرهم إنه لازم ما يخافون منك، وإذا تريدين أخذيهم هياتهم موجودين. كل زين يا أولاد، أنا جيت وراح أخذكم، يلا تعالوا. يس إجتي وأخذتهم، بس أنا إيش راح أسوي؟ أريد أعرف ليش الأولاد خايفين منها. احتمال تكون صحيح إنه هي شريرة، ولهذا هم خايفين. اوكي احسن شيء انه اروح للقريه واسال الناس عنها، اكيد يعرفون شيء. يلا خل اروح. هاي اللي جبتينا بهذا المكان، بس هاي لافه، هاي مرعبه. ثاني شيء هذا سويتي خطا، هذا المكان هذا كله راح يصير نار. اسمعوني، انا خسرتكم مره واحده، مستحيل اخسركم مره ثانيه، مستحيل اقبل بهذا الشيء. انت اولادي راح تبقون هنا، حتى مستحيل تخرجون. بس انا لازم احط هنا انا. اوكي بس هي اسمعي، ان انت راح تبقون هنا، انا ما اريد تهربون، اريد تبقون يمي. بس اسمعي، هذا خشب ما يصير يكون يمه لافه. لا لا مستحيل، اسمع لا احد يحكي كلمه. يسكتوا صراحه، اصعد لغرفتي وانا مطمئنه، لان اصلا ما راح يقدرون يهربون، راح يبقون يمي، ودام راح اعتني بيهم. هاي منو اجي؟ شغل اطلع واشوف. اي نعم انا جيت. نعم تفضل. مرحبا، انا عندي سؤال اريد اسال بخصوص هذا جارج هذا البيت. تسال بخصوص جاري هذا البيت؟ هذه المرأة. بس ليش تسال؟ بصراحة انا عندي ملجا مال ايتام، بس عندي سؤال، انت تعرفين شيء عن هاي المرأة اللي عايشة هنا؟ هذه المرأة، وانت ما تعرف شو صار بهذه المرأة؟ هذه خطية، هاي مرأة كلش كبيرة بالعمر، اخذت اولادها للغابة، بس بعدها أولادها ضاعوا بالغابة وهجموا عليها الزومبي وأكلوا أولادها، وهي من بعد ما صار بهذا الشيء هي صارت مثل مجنونة، حتى صارت كل ما تشوف أولاد بنا بالشارع يمشون تقول ذولا أولاد وتأخذهم، بس هم يهربون منها. شنو؟ معقول يكون جيجي ورانية مو أولادها؟ لا شنو؟ ليش أنت قلت إنه أنا بالملجأ؟ معقول تكون طتها اولاد؟ صحيح، جتي علي وقالت انه ذول الاولاد هم اولادي واخذتهم للبيت. شنو؟ هذه المراه مجنونه، اكيد راح تكون تسوي بهم شيء، انت لازم تستعجل، ولازم تستعجل تنقذهم. اوكي اوكي، لازم استعجل. هيا اولاد، انا اجيت واكيد راح انقذكم، لازم اكسر هاي الباب. بصراحه هاي الباب قويه وابد ما تنكسر، بس شو حسوي؟ لازم اشوف اذا اكو باب ثانيه حتى اقدر انقذهم. يلا خل اركض. يس انا حضرت هذه السكينه، وجا الوقت انه اجهز اكل لاولادي، لان اكيد هسه هم جوعانين، بس لازم اشتغل على السريع. يلا خل اشتغل. هاي جيجي قاعد اشوف الخشب بدا يحترق، ليه هاي اللافه اثرت على الخشب؟ بس اكيد راح يصير بينا شيء. هاي روني انا خايف، انا ما اريد ابقى بهذا المكان. هاي ساعدوني ساعدوني. هاي هسه جيت. ارجوكم قدني، احنا ما نريد نبقى هنا، هذا المكان كلش خطر. ايش قاعد يصير؟ هيا اولاد انتوا لا تخافون، بس راح اطفي هاي النار على السريع، بس شلون راح انقذكم؟ اوكي خلوا احاول اشيل هذا، راح اسوي لكم طريق، لازم تجون تعبرون من هذا المكان. يلا استعجل استعجل، يلا جيجي تعال اركض. هي اسمعوني، انت يا اولاد تهتمون، انت رجعت لمكانكم، وهذه المراه لازم تتعالج، ان هي كلش مريضه. اي صحيح يا شرطه، بصراحه انتم ساعدتونا هوايه، احنا نشكركم، واوعدكم ان ذول الاولاد راح يبقون يمي، ومستحيل اسمح لهم ان يروحون باي مكان. كل زين، بس جاني فرحانه، احنا رجعنا بامان وما صار بينا اي شيء. زين خلصنا من هاي، هسه راح نرجع لهذا البيت.